مقطع اخبار جديد. شو رايكم بهذه المقدمة الجديدة؟ مو احسن من القديمة؟ المهم، الخبر الاول اللي عدنا عن بيسان وجواني، بحيث بيسان قصفت جواني. شكلها بيسان حابة ترجع مسلسل باب الحارة من جديد. اوكي انا شوية بالغت، بس المهم، امجد وفرح نزلوا مقطع على قناتهم واللي هو كان تحدي من يعرفني اكثر، والمقطع كان مدته 20 دقيقة وانا شفته كله على مود اقدر اسوي لكم هذه الحلقة. واحد من الاسئلة سألتها فرح البيسان راح احط لكم اياه على مود تعرفون. سؤال مخصص لبيسان، مين اكثر يوتيوبر تكرهيه؟ فرح طفول العمى. طب تسألين عن حالي عن حالي؟ لا لك مين اكثر يوتيوبر انا بكرهه يا اختي. طبعا هنا فرح سوت نفسها انه هي غلطت لما سألت بيسان وقالت لها منه اكثر يوتيوبر تكرهيه، مع انه المفروض يكون اللي هو تحدي من يعرف فرح اكثر، ولكن واضح انه هي حركه على مود تحطوها ببدايه المقطع على مود تخلي الناس يشوفون المقطع كله. الحركه حلوه صراحه. خلينا نشوف شنو ردت بيسان. في حدا تكرهيه؟ اه صراحه عجبني كثير رد بيسان، انه احساس اوف عن جد في يوتيوبر تكرهه؟ انه اساس ابد ما عندكم ماضي ويا اليوتيوبر ومشاكل. اوكي المهم وبيعرف حاله. واضح انه طبعا فرح انه هي تقصد جواني، وشوفوا على مود تتاكدون هذه اللقطه الثانيه. تبرعت بالغطس عشان ما اقول الاسم. هنا أنا واضح أنه بيسان كانت تقصد أنه ما تريد تذكر اسم جواني بالمقطع وبس. والله خلني نشوف هل جواني ممكن يرد، مع أنه صراحة ما أتوقع أنه حيرد، بس خلني نشوف. الخبر الثاني اللي عدنا أيضا عن بيسان وعن آخر تطورات بالفيديو كليب مالتها الجديد، اللي راح يكون مختلف تماما عن الفيديو كليبات القديمة، بحيث بيسان نزلت بحسابها على الانستغرام الخلف الكواليس للفيديو كليب مالتها الجديد، واللي كان فيه اثنين موديل. الواضح هذول الاثنين موديل راح يكون ما حيغنون، ولكن راح يقومون يرقصون بالفيديو كليب من هذا الستوري الحالي اللي تشوفوا قدامكم، لأن أساس البنات هذول اجنبيات. راح احط لكم شويه خلف الكواليس مال بيسان، ومع السلامه حبايبي. كواليس فيديو كليب بجنن. تمام طبعا معي لارا، هاي راح تكون معي بالكليب، وكمان كلاوديا حتكون معي بالكليب. هاي راح نعمل لكم شيء بجنن، ترقبوا. هلو، بما هو اجلس فيديو فور فور مي